سلام حبيباتي، كدرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صح لاباس. كنتمنى كلكم تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم غادي ندير معكم واحد الطاوة ديال الحوت، اللي هي حوت ديال السنطار، معروف في اي مدينة طبعا الناس كيعرفوه. المهم انا غادي نديرو بالشرمولة وغندخلو الفران، ندير عليه الطماطيشة من الفوق والفلفلة والحامض. خليكم معايا. سلام البنات، كدرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم غادي نديرو واحد البلا ديال الحوت ديال السنطة. غادي ندخلو الفران، نديرو معاه ترونشات. اول حاجه كناخذ البلا كنديرو فيه ترونشات تاع مطيشه كيف ما كتشوفوا بحال هكايا. ودابا هنايا جمعت انا العطريه كامله، اللي هي درت انا درت واحد جوج ديال الفصوصه كبار ديال الثومه، ودرت معاهم قزبر ومعدنوس كيف ما كتشوفوا خضرين هما غيطحنوا معاهم، وواحد المعلقه ونص ديال التحميره، ومعلقه ديال الملحه، ومعلقه ديال الكمون، وشويه ديال البزار. وعاد نزيد شويه البنات واحد شويه تاع الخل، ودرت واحد المعلقه ديال لاصوص طوماط. دابا هادو كلهم غادي نطحنهم مع بعضياتهم، وغادي نتبل بهم هذا الحوت هذا، عاد نحطه من الفوق ونحط عليه طرونشات ديال الفلفله. وهانتم معايا المهم البنات، فمن بعد ما انا طحنت هذا الشيء كامل، دابا غادي نديرو الحوت كيف ما شايفينه هكا، غادي نرقدو، وعاد من بعد غادي نصفو من الفوق مطيشه، ومن بعد غادي ندير عليه فلفله عاوتاني وطرونشات تاع الحامض، وندير عليه شويه تاع زيت العود وندخلو للفران. المهم انتم معايا. المهم البنات، بعد ما ستفت انايا الحوت فوق من المطيشه، دابا بعد ما تبلتو وستفتو فوق المطيشه، دابا راه درت الفلفله هما كيف ما كتشوفوا طرونشات بحال هكايا، ودرت طرونشات تاع الليمون تاع الحامض زعما. والمهم دابا غادي ندير عليها واحد شويه تاع زيت العود، وغادي ندخلها البنات للفران. كتبقى تقريبا واحد نص ساعه في الفران، كتزيدوا عليها واحد شويه تاع الماء، تقريبا واحد نص كاس تاع الماء، باش كطيب باش كيطيب الحوت، وكيبقى واحد شويه ديال المرقه. اصلا هي كطلق الشرموله ديالها. انت البنات كيف ما كتشوفوا، من بعد ما حنا سالينا ودرت شويه تاع الزيت، حطيتو عليها من الفوق واحد شويه ديال العطريه ديال الحوت، كتشروها من عند المول العطار، كتقول له عطيني شويه العطريه ديال الحوت، كديرها كديروها من الفوق، كتنسم ليكم الحوت ديالكم. المهم دابا غادي ندخلوها للفران ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما نخرجوها من الفران. هانتو البنات، بعد ما دخلت الفران تقريبا واحد 5 دقائق، هانتو كيف ما كتشوفوا راه شتي راه بدات تطلق الماء. انا درت فيها تقريبا واحد نص كاس تاع الماء، ولكن هي اصلا مع ديك الشرموله وداك الشيء كتطلق، وكاين البول، كاين البول فاش غطيب فيه هاد الحوت هذا كيف ما كتشوفوا هكا. هو ما كيجيش، ما كيكونش ناشف ناشف منيح، كيبقى فيه شويه تاع البلو، ضروري شويه تاع البلو كيبقى فيه. وها هو دابا غادي نسد عليه، عشان نرجعو للفران ونسد عليه ونخليه بما كان من الساعه ديالو ديال السوا ديالو. هانتو البنات كيف ما كتشوفوا، بانه تقريبا خد لي واحد 5 دقائق ديال السوا، وغادي نخرجو. شتي راه البلول راه مابقاش فيه البلول بزاف البنات، فيه شويه ديال البلول، يعني يا دوب هذيك المريقه اللي غادي تحطيها معاه. شتي كيف ما كتشوفوا، ها هو كيبان لكم انه راه تحمر، باقي ليه شويه في الفران وغادي نخرجو. صافي، الطريقه اللي قلت لكم البنات هي نص كاس ديال الماء اللي كديروه معاه في الاول، لان اصلا المطيشه كتطلق الماء والشرموله هي كتطلق الماء، فكيطيب في الماء ديالو في المريقه ديالو، تيطيب وكيتحمر بحال هكا البنات. المهم انا بقات لي غير شويه وغنجبدو البنات ونحطو البنات. هذا هو الشكل ديالها النهائي من بعد ما خرجتو من الفران، وكيف ما كتشوفوا بانك فيه واحد شويه ديال لاصوص، اللي هي الواحد يقدر يغمس بيز تمايا. وكنتمنى بانه تكون نالت اعجابكم، حبيت نشارك معكم الغدا ديالي اليوم. وطبعا نتوما عارفين مدينه اسفي بانها معروفه ومشهوره بالسمك، وتبارك الله الحوت دابا راه وجد، خصوصا في هذا الشهر هذا شهر مارس وشهر ابريل، تبارك الله كيبدا الحوت كيوجد بزاف ما شاء الله. والمهم البنات، كنتمنى بان هذه الوجبه هذه تكون نالت اعجابكم، وراني درت حداها انا، درت حداها عصير ديال الباربه، اللي هو عصير باربه بالليمون، واللي هو طبعا ما كيعرفوش، يمكن بزاف ديال البنات كيزوروني في القناه اللي هما ماشي مغربيات، فما كيعرفوش شنو هي الباربه، اللي هي البنجر. الباربه هي البنجر باللغه العربيه، فطبعا كتكون لذيذه وكتكون زوينه، وكتعطينا واحد الطاقه، وكتعطينا حتى الدم البنات، راه مفيده للناس اللي ما عندهمش الدم في الجسم ديالهم، اللي عندهم انيميا ولا اللي عندهم فقر الدم، كيكون مزيانه ليهم هذه الباربه هذه، وكتنفع خصوصا في شهر رمضان وفي شهر الصيام، كتعطينا واحد الطاقه طول اليوم باننا ما كنحسوش بالعطش، وكتعطينا واحد الطاقه غزاله في شهر رمضان. المهم البنات، نخليكم دابا ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر او فلوق اخر، ومرحبا بكم معايا وما شهيتكم فيها، حقكم في الجنه البنات. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر او فلوق اخر كيف ما قلت. وكنتمنى بصراحه للناس اللي كيزوروني كيدعموني في قناه، كنتمنى ليهم كل ما تمنوا ان شاء الله في الخاطر ديالهم يا ربي.
وخصوصا ان شاء الله احنا داخلين على شعبان وشهر رمضان ما بقى ليه والو. انا بصراحه من محبين شهر رمضان، الله يدخل علينا بالصحه والعافيه ويدخل عليكم بالصحه والعافيه والارزاق يا ربي، ويخلي لكم وليداتكم واللي باقا ما بلا زواج الله يا ربي ان شاء الله باذن الله هذا شهر رمضان يجيب لها ان شاء الله يا ربي كلها واحد الزوج الصالح يا ربي، واللي عندها اللي بغات الوليدات يا ربي يرزقها بالذريه الصالحه اللهم امين يا رب العالمين، واللي هي بعيده على الزوج ديالها او بعيده على الاهل ديالها الله يجمعهم ان شاء الله خير وعلى خير يا ربي امين. مهم تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، وخليت لكم الراحه وغداء شاهي ان شاء الله.